Hello guys, hello student, how are you? I really missed you. Are you happy? I hope so. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنصحكم نصيحة أنه تحجون إنجليزي. خصوصاً طلابي اللي مرحلة أولى يعني هسه حاليا يواجهون صعوبة كلش. بالتعبير يعني يجي قارئ المادة حافظها وفاهمها بس ما يقدر يعبر يفتهم الكلام بس ما يقدر يعبر فانت حاول تحكي يعني حط لا تخطأ عادي شنو المشكلة يعني بالمناسبة طبعا مشكلة يعني يعني خصوصا احنا هنا يعني بالعراق او واغلب الدول العربية يعني يعني دائما يحاول حاول الطالب اللي خصوصا المرحلة الثانية والثالثة ورابعة يحاول انه انه بس يلقى عندك خطا فاسمع من عندي هذه الحكايه يعني طبعا قبل ان اديكم شو احب اعطيكم مقدمه حتى يعني يصير لكم واعز طالب طلع من الاعداديه منه طبعا هذه الحكاية انا شاهد عليها يعني فراح درس البكالوريوس بمصر هم أمور زينة طاق بين قوسين درس بعدين الماجستير والدكتوراة بريطاني عاش ببريطانيا ودرس لغة بريطانية فإجا وين جاب العراق وين إجا بالجامعة العراقية فهو دكتور فمن يجي يحكي يعني أكو بعض أساتذة يقولوا له كلام لا استاذ كلامك يعني الجملة الأصح هذه الجمل هذه فيعني في هو دكتور ودارس ببريطانيا ولا الاخطاء فبين قوسين يعني اغلب الطلاب خصوصا بالعراق يعني يحاول يلقى عندك زله صغيره على مود يعني على مود يوقفك على مود يقول لك انه انا افضل او هيك يعني اشياء فلا تتاثر بكلام الناس وانت اهم شيء توصل فكره احيانا تنسى الشخص الثالث احيانا تخلي مودل فيرب ثم بعدها يعني ايدي فعل بايدي فتخطا يعني ترى والله الدكاتره يمنا وحق الله قبل فتره انا اسمع دكتور يحكي يحكي لنا يشرح قال تو تو جيف اس تو تو كان يوقف رويد قال تو جيفس انا عادي يعني شنو المشكله دكاتره وطلاب و, و... المساله طبيعيه يعني احنا احيانا بالعربي نخطا يعني مو لغتنا الأجنبية فعادة نخطأ بها، المهم آه هذه موضوع كلش مهم، حاول تحكي انجليزي جد ما تقدر، اخطأ عادي ماكو مشكلة، تتعلم تتعلم اخطأ اليوم، اخطأ اش قد ما تخطأ هواي راح تتعلم من اخطائك، اش قد ما تكون تحكي جملة خطأ راح يجيك واحد يصحح لك اياها تتعلم شيء جديد، اخطأ اتعلم اتعلم, أتعلم. وإذا أنت تستحي وما تقدر يعني خصوصاً بالمراسلة، اكو تطبيق على المازنجر اسمه اندي اي ان دي واي هذا يعني الي يراسلك حتى لا تخطا عادي يعني انت أول بس يفيدك كل شيء كلش شي حلو يعني انا حيل فادني فحاول تراس يعني تبحث بعلم الزر مجانا خصوصا يعني اللي ما عنده نت هو مجانا اصلا بس تكتب ان دي على الزر علامه خضرة راح تفوت عليها تراسله يعني يفيدك كلش مهم المهم هذه المحاضره الرابعه من محاضره الصوت مرحله اولى أه هذا اليوم إن شاء الله يعني راح أستعرض لكم موضوع الـconsonant، يعني هذا الـ الـ الأصوات ما أخذت لكم أنا، ما أشرح لكم إياها، راح نشرحها إن شاء الله، بالنسبة للكونسنت سهلات، يعني هنا مو مو صعبات، لأنه يعني تعرفون تعرفونهن، فنبدأ بالصوت الأول، هذه بي، شوف البي بي، بي، هذا بي، مثل هذه، هذه الأمثلة عليهن. هذا ال Description، Description كلش مهم. Voiceless, Pailypal, Stop, Aspirated Consonant. هذا مهم كلش، هذا لازم تحفظونه حفظ، يفيدكم. أقول لك انطيني وصف البي P، تنطيح هذا تلعب. كلش مهم. الـ أيضًا، ت، د، ك، نفس الحالة. الج، ف، الف، ف، V. طبعا هذا الصوت دير بالكم لا تخطئون هذا الصوت وهذا يعني شلون يكتب اغلب الاحيان يقول لك هذا شلون يكتب يعني بس مو قاعده يعني يعني هذا ال V احيانا يكتب ف هذا بس يلفظ ف فدير بالكم مثلا هذا اوف مو اوف اغلبيه الطلاب يلفظونها اوف خطا هي اوف فدير بالكم عليها هذا ال كلش مهم هذا هذا كلش مهم تركزون عليه هذا الفونيميك ترانسكريبشن نجي س شوفوا شلون يكتب الس دير بالكم ز هذا صوت الز ش شوف هذين كلهن حالات الش دير بالك تركز عليه شو ترى هيك كتب هيك هيك هذين كلهن ممكن يجي زين تكمل الاصوات البقية شوف هذا جي تلفزيون بلاجه ج هذا تش شوف هذا صوت التش. نجي هنا. هذا صوت الجي. دير بالك ذاك كان صوت الجي. هذا الجي. جي 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 أكفر فهذا شوف جاست هذه اذا 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 الصوت الاخر اللي قلت لكم قلت لكم اذا قبل اذا جي هذا جي, جي هذا تركلين. هذا ج ج هذا ترى اذا اذا شو نكتب. يعني موقع ليتج انت وين ما تلقى هذا الحرف جيت الفضاء دير بالك مو قاعد هذا صوت الح ح ل م ن ام شوف هذا هذا يكتب بعلامه دير بالك هذا الصوت و ي ي هذا دبليو صوت اليو الو و يلفظ و زين هسه راح نجي على صوت الار ترى بالكم ترى صوت الار شويه بيه ملاحظات يعني راح اشرح لكم اياها ان شاء الله هسه بالنسبه لصوت الار شويه تركزون عليه راح اشرح لكم اياها الار شويه مهم بالنسبه لي صوت الراء مو صعب بس نكتب لكم عليه كم ملاحظه الراء دائما بالبدايه يلفظ في بداية الجملة أنا بالعربي خطأ مو حلو ترى في بداية الجملة يلفظ يلفظ زين بعد شوف أيضا يلفظ يلفظ إذا أجى بعده إذا جاء إذا جاء بعد العفو او قبل قبل لا قبل اذا جاء قبل ال العله واضح اذا جاء قبل العله فمثلا يعني اي كلمه رايت آه right. مثلا كلمه رايت right. شوف هذا الراء يلفظ ليش؟ هو أجي بالبدايه وجا وراء عله، فاذا اجا وراء عله يلفظ دائما. ثالث قاعده لا يلفظ لا يلفظ إذا جاء قبل إذا جاء قبل الثابت، الأصوات الثابت اللي هي الصحيحة الكونسنت خلاص ما يلفظ. فمثلا من تقول هيك مو ليرن هذه ليرن اذا امريكا حتى الامريكان هم الامريكان يرفضونها طبعا احنا هذا الكتاب درسته بي بي سي يعني بريطاني بحت فهذه الكلمه متى تفضل تفضلها ليرن مو ليرن فهذا كلش مهمه هذا نراه. بعد هواي هواي كلمات يعني مثلا هذه مو كارد 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 زين فصوت الراء ضرك علي زين الملاحظه الرابعه في لا لا يلفظ لا يلفظ في نهايه الجمله اطلاقا العفو في نهاية الكلمة ليس الجملة في نهاية الكلمة هاي ترى بس ملاحظات يعني ما تفيدكم فمثلا تيتشر لو تيتشا تيتشا هذه نهايتها دائما شوا دائما الاي ار بالاخير تصير شوا دائما بالترانسكريبشن تيتشا مو تيشر الراء ما يلفظ بالاخير لتا مو لتر زين ليتا مو ليتر فالإي ار بالاخير ما تلفظ باللهجه البريطانيه خلاص زين هسه ان شاء الله ايضا آه راح أ... نعطيكم ملاحظات كلش مهمه بالترانسكربشن كلش مهمه هذه الملاحظات راح تفيدكم مفيده حيل مفيده تقدرون تستفادون من عده <applause> شباب مثل ما قلت لكم النسبة للترانسكريبشين إذا تقول لي أريد أسيطر عليه مية بالمية أخذها من عندي ما ما تقدر تقدر يعني بعض الشيء تقدر تسيطر يعني على الكتاب بس هو حفظ ممارسة وفهم اثنين بس أكو شغلات يعني ممكن يفيدنك بالترانسكريبشين تركز عليهن اللي هنا شنو دائما بالكتابة راح تلقى بالترانسكريبشين ار اي e. بالبداية مثلا ري ريد أو ري رايت هذه الأر اي -E بالأخير عفوا بداية الكلمة بداية الفعل هذا يصير دائما الأر -E اي يصير قبل الفعل وتخلي الفعل يعني يعيد صياغته يعيد الحدث مثلا نقول ريد ري يقرأ ري ريد أعد قراءة رايت يكتب ري رايت أعد كتابة فكلش مهم هذا الموضوع يعني أنه انه الار اي -E اللي بالبدايه تعيد تعيد نفس الشيء زين فهذه الار اي -E اللي هي بدايه الفعل من تريد تسوي ترانسكريبشن دائما هذه الار اي -E هيك تصير زين فمثلا السفره هذه راح تصير هيك الار اي -E بالبدايه فمثلا عندنا ري ري ريد هذه هيش راح تصير ري ريفيد هذه الار اي شلون صارت يعني هذه الحرف الاي من تريد تسوي ترانسكريبشن ياخذ دور الاي صوت الاي اللي هو شورت باور الصوت علق قصير هذه اول ملاحظه زين اكو ملاحظه اخرى ايضا مهمه من 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 صفه موجود بها اف يو ال عفوا اف يو من تريد تسوي لها ترانسكريبشن هذا اليو باعتباره ما موجود فمثلا خلينا نقول يعني هذا من الفر هيش راح مباشره فمثلا اغلب الاحيان ترى هم مو قاعده يعني اكو بها حالات شاذه اعتقد فمثلا يوسفل يوسفل من تريد تسوي ترانسكريبشن هيش راح يصير طبعا هذا use هذا صوت الزه اعتقد هي السي او زي ما ما متاكد بالضبط هذه يوسفل المهم احنا هذه الفكره موضوعنا انه هذه بالاخير تصير وهذه ما تتكرر زين هذه قاعده اخرى هذه هذه نقول عليها اثنين هذه رقم واحد زين ناخذ كم قاعده ثالثه كلش مهمه اغلب الاحيان اغلب الاحيان بالترانسكريبشن اغلب الاحيان الاي ار ER مثل ما قلت لكم عليه بالاخير هذا دائما يصير شوا اي اي ار بالاخير يصير شوا هذه تقريبا يعني قاعده تقدر تقول عليه هسه مثلا تيتشر رايتر اي شيء بالاخير اي ار يصير شوا هذا الصوت اللي هو هذا زين هذا كلش مهمات هذه الملاحظات زين نعطيكم قاعده اخرى هاي قاعدة يعني أوعد تفيدكم كومبلي <applause> عندك دائما فكره لا تنساها دائما يعني من تلقى يعني كلمة لا اكو اكو فكرة صحيح زين ذكرتها هسه انا انبهكم عليها بالنسبة لموضوع اكو حروف فمثلا اكو حرف هسه مثلا حروف هذا الكي هذا الكي ما أله رمز صوتي يعني هذا عفوا هذا الكي وهذا هذا هم يلفظ كي عفوا بس انا خلي انا الفكره هذا الكي وهذا السي هذا يلفظ كي دائما فمثلا هيك كلمه كار كار هذا دير بالكم ترى مو كار تلفظ يعني انا سلفت خطأي مو كار يعني احنا نلفظها كمتعلمين كار بس هي كلمه صحيح كار او بامريكا كار زين هذه من تنزل تنازل مو تكتب لي هاي هيجي هذه خطا ترى دير بالكم هذا يلفظ يكتب هيتش زين ليش لان احنا ما عندنا رمز صوتي اسمه هيتشي اسمه سي فمثلا هسه هذا الصوت محيان يلفظ هيتشي هسه مثلا سنتا هذه راح تصير هيك سنتا هذا مو تجي تكتب لي هاي شي. هذا ما اكو صوت بال بالرموز الصوتيه ما يوجد صوت اسمه بهالشكل يعني اكو هيك شيء هسه اخذت كمان قبل شوي ما موجودات شوف شوف زين هاي نقطه اخرى بالنسبه للحرف المتكرر الحرف المتكرر تاخذ من عنده واحد متكرر دير بالك تكرر تاخذ من عنده بس حرف واحد لين عندك انت مثلا اد اد هسه خلينا نأخذ هذه الكلمه ادا ادا هذه هسه تاخذ الدي واحد بس وتاخذ اثنين وهاي الار تصير شوا زين فكلش مهم هذه ملاحظات زين هذه بالنسبه للكونسنت يعني هذه ملاحظات تفيدكم ان شاء الله وانتم مثل ما قلت لكم هي ترى ممارسه بشوية شوي تقدرون تفتهمونها كلها زين هسه انا ان شاء الله راح اخلي اخليكم تشوفون الورقه زين على مود تقدرون تاخذونها سكرين وتكتب الملاحظات هذه كلش مهمه زين هذا ايضا هذا شو تشوفون هسه ان شاء الله واي ملاحظه فكره تريدونها تقدرون تضيفونها ب التعليقات طبعا هذه الملزمة ما أعرف جاب ليها واحد من الطلاب طلاب المرحلة الأولى خش ملزمة مفيدة بس ما تقدر تعتمد عليها يعني لو تعتمد عليها ماكو نجاح تعتمد الكتاب وعليها اثنين موجودة أعتقد هذا الملزمة بجامعة بغداد وإذا تردون أيضا أصور لكم إياها إن شاء الله ونشرها على قناة التليجرام مالتي طبعا اللي ما عنده القناة التليجرام ما مالتي بس يكتب على التليجرام بالعربي محمد نجم نوفلي على الفيسبوك كم نفس الصفحه موجوده وعلى اليوتيوب هذا مزل طبعا موجود بها مرحله ولا مرحله ثانيه ايضا بها فاي سؤال استفسار تقدر تسالني ان شاء الله ونضيف لك اياه هذه اعتقد اكو شيء اذا الفكره تجي شيء اذا عندكم ملاحظه شيء تقدرون تضيفونها بالتعليقات وانا ان شاء الله ارد عليكم الكتاب الصوت ترى صدقوني سهل مو صعب بس هو شويه لين ماده غريبه يعني عليك أه يمكن نبهتكم اني واعيد اعيد عليكم مره ثانيه موضوع التعاريف بالاخير كلش مهم لازم تحفظونهن هذا الكتاب تعاريف كلش مهمه تحفظونهن هذا تعريف كلش مهمة بنهايه الكتاب تحفظونهن أه عندك بالنسبه لهذا عيدن خافك طالب ما شافين او ما دفيهن. هذا الرسم كلش مهم تحفظ الرسم هذه النقاط الثلاثة تكتبهن حفظاً حفظ السؤال عليهن يقول لك مثلا explain the place of articulation for V وضح المكان الناطق لصوت الف أو الف هذه النقاط تكتبين الفرق بيناتهم كلش مهم هذا اني هذا كلش مهم هذا هذا الترانسكريبشن تجيك نصا تحفظ هذا حفظ حفظ فهم اثنينهن شوفوا هسه هذا صوت هسه مثلا دافا شوف هذا اي ار نهايتها شو مثل ما علمتكم عليه قلت لكم هسه قبل شوي زين الباقي كلها نفس الفكره زين هذه الستوب كانسنت ما اعرف ايش كلها موجودات طبعا اذني كل الموجودات الوصف هنا ايضا موجود هذا الديسكربشن شوف هذا تلقى هنا فريجاتيف هسه هذا مثلا ستوب والى اخره آه هذا تقريبا الباقي كله يعني هذه الملاحظات هميت هم حتى اذا تجيك عليها اسئله مو كلش اكو ملاحظات اكو ملاحظات شويه شغلات افكار حلوه يعني مهمه هي مو مهم بس تجيك من عندها فرع او سؤال انت اذا تريد تاخذ درجه كامله تقدر تقراها وتطلع عليها بس اذا يعني تريد بس نجاح انا اقول لك تقرا هذه النقاط هذه الملاحظات بالرسم والملاحظات الاستاذ اللي يكتب عليهم يعطيكم اياها الرسم كلش مهم والله العظيم تاخذ درجه يعني حيل يعني ان شاء الله وإن شاء الله يا رب بالتوفيق لكل الطلاب والطالبات، بقى هنا الكونسونت سيكونسز هذا موضوع إن شاء الله أشرح لكم إياه بفيديو، هذا راح أشرح لكم إياه بس الموضوع إن شاء الله كتاب غير، أنا إن شاء الله الكتاب أصوته إذا الله سهل بس والله مجال ما عندي يعني صراحة إنه أشرح لكم الكتاب كامل والله أشرح لكم نقطة نقطة بس صدقوني ماكو مجال بس أشرح لكم إيش يعني مود يعني إن شاء الله ما تواجهون مشكلة و. يعني امون نوصل لكم فكره بس ان شاء الله اذا صار المجال بالعطله لان تعرفون والله امتحانات ويعني هواي هواي شغل فما الحق يعني فإذا صار المجال ان شاء الله بالعطله بعون الله سبحانه وتعالى اخلص لكم الكتاب كله واشرح كل شيء يعني ان شاء الله يصير لكم اساس قوي طبعا اللي يريد يعني يتقوى اكثر واكثر بالرموز الاصوات والى اخره تقدرون تتابعون دورة خالد الخطيب على اليوتيوب أيضا بس تكتبون خالد الخطيب علم الصوتيات هم خوش شارح هاي فكرة أفكار حلوة عنده خوش خوش ملاحظات بس هذا الكتاب أنت الدور الكتاب محدي دور كتاب ما حد يدور يعني أشياء خارجية وما أعرف إيش هذا كل الموضوع بالنسبة للبداية أول تقريبا أول ثلاثة فصل هذا الفصل الرابع إن شاء الله راح أشرح لكم إياه من شوية تقدمون بالمادة إن شاء الله إذا صار لي مجال أشرح لكم إياه فيديو آخر ان شاء الله ما تواجه المشكلة. واي سؤال استفسار تقدر تضيفه بتعليق ويعني تفوت على القناة قناة التليجرام ان شاء الله ايضا تقدر تستفاد. هذا كل الموضوع. تعريف كلش مهمة. يعني هسه اني راح نقدر نسوي لكم يعني ملخص. اول يمك سجل يمك. اول شغلة التعاريف نهاية الكتاب كلش مهمة تحفظها. ثاني شغلة المهم ترانسكريبشن هذا حيل مهم. حيل حيل مهم. so important very important ال uh, ال الرسم كلش مهم هذا استنزاف الصوت كلش مهم الملاحظات كلش مهمة اكو ملاحظات يعني مبينات اكو استاذ ينبه عليهم كلش مهمات هذه الشغلة الرابعة عندك لحد الان اربع شغلات صارن والخمس شغلات التعاريف اللي يعني هنا موجودات بالكتاب مو بالاخير هسه مثلا ستوب كونسنت موجود اكو تعريف ما موجوده مثلا بعدين راح تاخذها ان شاء الله بال... يعني الملاحظه اللي ضيف لك الاستاذ هاي يعني آه نعيد ملخص عليهن اول شغله تعرف الاخير الترانسكريبشن الرسومات الملاحظات والمعلوم الملاحظه اللي ينطيك اياها الاستاذ خمس شغلات لا تنساها زين حاول تقرأها تحفظهن زين والتقاسيم كلش مهمه دير بالكم على شويه ميزون هسه عندك هذه شوف وين هنا هسه الورقه مشلوعه اعتقد هنا مشلوعه الورقه هذا مشلوعه الورقه هذا التقاسيم كلش مهمه تقاسيم الاصوات هي طبعا نفسها يعني مثلا آه، مثلا هسه اذا نشوف هذا صوت البي والبي تي دي كي جي ف اي بي بي تي دي ذني هذني كلهن ستوب كونسنت ستوب راح تجي على وال راح تجي على ال 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 الفا والفي الفا والفي الفريجاتيف ال راح تبدي منه ثا ذا سي زي شوف فا ذا طبعا هذا هنا خطانين بالملزمه هذا الفاء هو مو ستوب فيها الفريجاتيف فانا هذه مو ستوب كونسر الفريجاتيف ف فريجاتيف انا متاكد فريجاتيف اي هنا ف في شوف ف في ف ذ س ز ش ج هذني كلهن فريجاتيف زين آه طبعا هذا الفويس يعني هذا صوت مهموس او غير مهموس هم لازم تعرف كل صوت مهموس او غير مهموس الفويسلس uh, طبعا الفرق بين يعني خلينا نعطيكم ملاحظه اخرى الفويست اللي هو المهموس هو نفسه الويك لو سترونج اقوى بالله الفويسلس هو نفسه السترونج الفويسلس إيه الفويسلس سترونج والفويست الويك ايه بالضبط فويسلس سترونج هو الفويسلس نفسه سترونج إذا أي فويست ليس هو سترونج والفويست اللي هو الويك الضعيف يعني صوت ضعيف هذا إذا مهم هذا تقدرون تسوون فرق يعني مثلا يعطيك فرق ما بين الك الـ مثلا والزي مثلا تجي تقول هذا أولا هذا فو أولا تجي تقول عليه كي ستوب الزي شنو هو تجي هذا فويست هذا فويسلس هذا فريجاتيف هذا مثلا الفيلا هذا فيلا تجي هذا كل ملاحظات فرق بيناتهم زين كلش مهمات هذه زين وان شاء الله ان شاء الله ما تحتاجون هذا جدول كلش مهم هذا يعني تقدرون تكتبون ملاحظات يعني تاخذون كلش مهم هذا إن, ان ان شاء الله نشرح لكم يعني على الفصل الرابع ان شاء الله بغير وقت وان شاء الله كلكم تتفوقون والنجاح الدائم يا ربي اي شيء تحتاجون تقدر تضيفه في تعليق وان شاء الله نقدر نساعدكم بعون الله سبحانه وتعالى شكرا لكم ويا رب ان شاء الله توفيق في امان